فيها للنوم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم متابعين قناة حصريات توداي في درس جديد النهاردة عن عدد الساعات النوم الكافية. أولا، عدد ساعات النوم الكافية حسب العمر تعتمد كمية النوم التي يحتاجها الفرد على عوامل مختلفة، ومن تلك العوامل هي العمر، حيث أن احتياجات النوم تختلف اختلافا كبيرا بين الأفراد. سنوضح عدد الساعات الكافية حسب الفئة العمرية. من 14 ل 17 ساعة في اليوم للأطفال حديث الولادة، من 10 ساعات في الليل و 4 في النهار للأطفال في سن سنة، من 11 ساعة ل 12 ساعة في الليل، ومن 2 إلى ساعة بعد الظهر للأطفال في سن سنتين، من 10 ساعات ل 13 ساعة للأطفال في سن من 3 إلى 5 سنين، ومن 9 إلى 11 ساعة من سن 6 إلى 13 سنة، ومن 8 ساعات ل 10 ساعات من سن 14 ل 17 سنة، ومن 7 ساعات ل 9 ساعات لأصحاب السن البالغ فوق 18 سنة. ثانيا، عوامل تؤثر على عدد ساعات النوم. هناك عدة عوامل تؤثر على عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الأفراد، وهي الحمل. أن التغيرات في الجسم أثناء الحمل المبكر من الممكن أن تزيد الحاجة إلى النوم. ثاني حاجة، الشيخوخة. أن كبار السن في حاجة إلى نفس كمية النوم التي يحتاجها البالغون الأصغر سنا، ومع التقدم في السن قد تتغير أنماط النوم فيميل الأفراد الأكبر سنا إلى النوم بشكل أقل وفترة زمنية أقصر من البالغين الأصغر سنا. ثالثا، عدم النوم لفترات طويلة. إذا كان الفرد لا ينام مدة كافية فإن كمية النوم التي يحتاج إليها تزيد. رابعا، نوعية النوم. إذا كان الفرد يستيقظ كثيرا أثناء النوم فهذا يعني أنه لا ينام جيدا، حيث أن نوعية النوم لا تقل أهمية عن عدد ساعات النوم. علامات عدم الحصول على قسط كافي من النوم. هناك عدة علامات تدل على عدم حصول الفرد على الوقت الكافي للنوم، ومنها يحتاج إلى منبه من أجل الاستيقاظ في الوقت المحدد، يعتمد على زر الغفوة، يستصعب الخروج من السرير في الصباح، يشعر بكسل في فترة ما بعد الظهر، يشعر بالنعاس في الاجتماعات والمحاضرات أو الغرف الدافئة، يشعر بالنعاس بعد وجبات ثقيلة أو عند القيادة، يحتاج إلى قيلولة خلال اليوم، يغفو أثناء مشاهدة التلفاز أو الاسترخاء في المساء، يشعر بالحاجة إلى النوم في عطلة نهاية الأسبوع، يغفو في غضون 5 دقائق من الذهاب إلى السرير. أهمية أخذ قسط كافي من النوم. أظهرت الدراسات العلمية الأخيرة أن قلة النوم تسبب العديد من التغيرات الهامة في الجسم، وتزيد الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السمنة والموت المبكر. فالنوم هو وظيفة هامة لعدة أسباب، وعند النوم يعطي الدماغ إشارات للجسم لإفراز الهرمونات والمركبات التي تساعد في تقليل مخاطر الحالات الصحية والتحكم بالجوع والحفاظ على الجهاز المناعي والحفاظ على الذاكرة. وبهذا يكون انتهى موضوعنا اليوم عن ما هو عدد الساعات الكافية للنوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.